ابنك مكمل. ابني بيعزف وبيغني، وابني جابر عازف حلو جدا، بيعزف كويس قوي. وبنت ابني نغم صغنونه كده يعني 9 سنين بتتعلم سمسميه برضه. بتطلع المراه الثانيه ربما تكون في العالم. من آل مرسي. من آل مرسي. قيادتك للفرقه سهل يعني، بتجمعيهم بتشتغلوا؟ هي سهل عشان احنا بنتعامل كاسره مش كفرقه بقى وقائد وشغل، لا. حتى مشاكلهم الخاصة أنا بحلها لهم، مشاكلهم في بيوتهم. بس يعني أنا مبسوط إن كمان في بورسعيد تحديدا، يمكن على خلاف مدن القناة، في أكتر من فرقة سمسمية وكلهم متواجدين ولهم أنشطة تكاد تكون أسبوعية. يعني مثلا الطنبورة ما زالت بتلعب وليها تأثيرها القوي، وبتلعب في بور فؤاد تقريبا كل خميس. كانت في بور فؤاد. بتغيرت المكان. بقى في مكان تاني اليوم هنا، في كمان الصحبة بتاعت الشباب الصغير. بتاعت الشباب. طبعا. الحالة دي شايفاها ازاي؟ خاصة ان في اوقات قبلها يمكن كانت السمسمية تراجعت. كان حصل فيها ركود جامد، كانت فترة ما فيش غير الثقافة، شغل الثقافة الجماهيرية. حكومة، لكن بقى لها فترة الحمد لله اكتر من حوالي 7-8 سنين. وكثرت الفرق في البلد وبداوا يعني برضو الغيره الفنيه حلوه رجعت تاني، الناس بتستعين بيها في الافراح والحفلات. ايوه بتستعين بيها في الافراح تاني بعد ما كانت خلاص يعني تكاد تكون هتندثر يعني. فالحمد لله الوقت بتيجي مثلا حنه اللي هي بتبقى قبل الفرح بيوم، ممكن بيبقى شغل في القاعات برضو. سمسميه حاجه اساسيه في بورسعيد، لان هي روح بورسعيد، هي الاله الشعبيه الوحيده اللي بتعبر عن الشعب البورسعيدي في كل أحواله. والليلة ليلة جميلة وفرحة وشجية، غنت فيها الطيور ويا الصحبة جية، ولا فيش ليلة انسي جملة زي الليلة دي. الليلة ليلة جميلة يا سلام، فرحة وشجية الحدوته بتبدا من عند جدي ابو المرسي. جدي ابو المرسي كان بيصنع السمسميه ويولفها يعني يظبط الاوتار، بس ما يعزفش عليها، وكان يبدا يلحن ويالف اغاني. كل خلاني كلهم بيعزفوا على السمسميه. طب قبل ما اروح لخلانك بس قول لي، كمل لي حكايه الاكاديميه دي اتعملت امتى؟ الاكاديميه اتعملت بعد وفاه خالي جابر الله يرحمه، اللي هو قريب. احنا بنتكلم في وقت هي كانت مقر الاول للفرقه، بس بعد ما توفى فعشان نفضل اسم جابر مرسي من الاسامي المعلمه في بورسعيد، فكان لازم نعمل له امتداد والاكاديميه تبقى باسمه، فانشانا الاكاديميه عشان
الأجيال اللي جاية خلاص، هو كان آخر واحد في إخواته الولاد. يفرق تراث بورسعيد عن تراث إسماعيلية، عن تراث السويس، عن تراث البحر الأحمر؟ في حاجات مشتركة، في حاجات تسمعها هنا وهنا، بس كل حاجة ليها طعمها. اللي بيفرق أكتر الطعم، السمسمية، صوت النغم، طريقة العزف. في بورسعيد احنا متميزين ان انت بتسمع بتسمع وتر. في إسماعيلية معتمدين اكتر على اللي بيبقى فيه الاوتار كلها بتقول مع بعض، فبيدي نوع من الباور اكتر. هنا لا، احنا متميزين شوية بالجزء السلطانة، بجزء ان انت تسمع النغم اكتر، بس في الاخر هتسمع السمسمية في إسماعيلية تبقى مبسوط جدا، وتسمعها نفس الاغنية في بورسعيد تحس ان هي نفس الاغنية بس تحسها بطعم تاني، بروح تانية. اللي يفرق سمسمية ابو المرسي عن باقي الفرق اللي موجوده في بورسعيد؟ اللي يميز فرقه صوت البحر ان انت ممكن تسمع اغنيه تاليف والحان ابو المرسي، مش هتسمعها في فرقه تانية، ولو سمعتها في فرقه تانية تبقى عارف ان دي بتاعت ابو المرسي. الصحبه برضو نفس الموضوع، الصحبه بتمثل عبد القادر كمان ليه اغاني وليه دواوين شعر. هو اصلا خال عبد القادر ده حدوته كبيره، يعني هو كان شاعر وكان مؤلف مسرح وكان مخرج، وده مش كلام، ده ليه جوائز كتيره في المجال ده، وده ديوان دي حداوين عبد القادر مرسي نور راس حزين، كله اشعار بالعاميه. بتاخده منه بتستخدمه منه اغاني احنا بنعملها في السمسميه وبنشتغلها. في اغاني هو نفسه كان ملحنها الله يرحمه، وفي اغاني تانية احنا بناخدها وبنلحنها. فين المرسيه؟ المرسيه دي آلة تسمت المرسيه. دي خالي جابر الله يرحمه حب يعمل حاجة مميزة لآل مرسي، فصنع آلة سماها المرسية. هي مزيج من السمسمية، الزيادة اللي فيها والإضافة اللي فيها. المعروف عن السمسمية إن صوتها حاد شوية، صوتها فيه حدية. المرسية الصوت بتاعها حنين، لأن هو بدأ يجيب أوتار من العود، بدأ يجيب أوتار من المندولين، بدأ يجيب أوتار من القانون، يعمل توليفة من الأوتار. كل وتر بيديك صوت النغمة تحس انه دافي حنين. اول دخولنا الجنينة اتبسم الياسمين يا لالي يا عيني يا لالي، وازاي سبان اشتكى والورد قال ده مين يا لالي يا عيني يا لالي، رد العنب قال افتحوا ده العاشق المسكين يا لالي عيني يا لالي.